مكان ما عندي هذا ياخذ عن هذا وهذا ياخذ عن هذا وهذا ياخذ عن هذا. لك اسطوانات يشتغل فيها ما كلهم واحد. فيها ناس ناس ما هم فاهمه ما هم خبره يعني ما هم صناعه قويه يعني افهم من حد. في أقصى الشمال من سلطنة عمان حيث محافظة مسندم أو منطقة رؤوس الجبال، ثراء في الموقع والبيئة والإنسان. هنا تأقلم الإنسان مع هذه البيئة وأبدع من مفرداتها حرفا وحكايات. أول ما أنا يصنعها يدي اسمه حريز، وحريز ياب حما حريز، وحما حريز ياب بعد حريز، وحريز ياب سليمان بن حريز ومحمد بن حريز أخوه. تسمع أول ما يصنعوا الطبول، يصنعوا من قال المنيور، يصنعوا الشباري هاتئني مال الكرافي، يصنعوا أني مال الأسلحة، يصنعوا مال كل شيء أني هاتي مرافس مال البندقيات ومال الشيء أي كل شيء هاتئني صناعة المرفوع أني مال الكتب، صناعة البيبان مال بيوت مال قفول، صناعة أي كل شيء هذا يعني صناعة السكاكين، صناعة اليرود، صناعة كل شيء هذا يعني تخلوفة من يد إلى يد، والناس تعطيني وهني نخدم لهم على طلبها يعني مع الشحوح هذا يعني رمز الشحيين إني هذا معني إني من أول شيء بادي من سنين إني معني من سنين قديمة ما من الحين ما من هالوقت من وقت قديم من زمان يدود. أسرة آل حريز في ليما توارثت أنواع الفنون والحرف اليدوية عبر الأجيال المتعاقبة. تروي لنا هذه الأسرة حكاية عصا الجرز في مسندم. من هذه الأشجار الضاربة بجذورها في الأرض نبدأ في رحلة البحث عن عصا الجرز. أنواع جيدة من أشجار السدر والميز أو الشحش يختار عبد الله بن حريز منها وفق خبرته ومعرفته المتوارثة عصا الجرز. يقوم عبد الله اولا بتهيئة عصا الجرز بعد قطعه وتجفيفه وإزالة القشرة الخارجية عنه وفقا لما يود أن يصنع. يتميز إنتاج وصناعة الجرز عند آل حريز بأنه عمل فني متقن يعتمد على المهارة المكتسبة بالممارسة والحس الفني النابع من ثقافة المجتمع في مسندم. والصناعة هنا مرتبطة ارتباطا وثيقا بالعادات الاجتماعية. تنتقل أسرار حرفة صناعة الجرز في مسندم بالممارسة والتعليم مشافهة، وتتميز بأنها من الحرف المتوارثة والمحفوظة بأسرارها عند أسرة آل حريز خاصة في قرية ليما. يعني 5 أيام 6 أيام تسمع ما أول ما أني ندق أني بالنار، وبعدين ما نخبق أني بالحديدة، وبعدين ما عد ما خلاص أني قحمنا له أني صحنا بالمسحة. أول ما مكاين شيء أول تالي أني كهرب شيء مشي تسمع اللي خدنا بالمسحة وبالمشارة وبشيء ونسوي له شبع أني هذا شبع أني حديد مال الصفار مال الصفر ونشخط له ونبوت له ونسوي له
ويحذر والنقش يعني وعلى الطلب. يستعمل وين جرد؟ كان الجرد هذه كان أصاه وكان سلاح. ها أصاتنا وها سلاحنا بالبلاد وبالجبل بالليل وبالنهار الجرد والسكين ما انطلقه. ما الشحيين يعني ما أيمي القبيلة. ومستعمل إيه؟ من راح بالجبل ما أنا سامان ما أنا أراه ما أنا شيء وهنا أذلين البلاد واللي ماشيين مكان نشل فيه. وأصاه نشل فيها نشل فيها ننقل فيها سامان يعني. 10 كيلو 12 كيلو على حسب ما مقدره الانسان حطينا في السمان شيء من خلف شيء من قدام. ورحنا وصلنا البيت يجي من البلاد واللي يجي من طارش واللي رحنا مكان واللي يرد اصواتنا وسلاحنا مسنا لا بيدنا. تظهر قيمة الجرز المالية في مسندم مع قيمته الاجتماعية وفي الوقت والجهد الذي يبذله آل حريز في إنتاج القطعة الواحدة، حيث أن هذه القطع المنجزة يدويا تبقى ذات مهارة وحس فني عال. يستعمل عبد الله في النقش على الجرز العناصر الهندسية من دوائر ومثلثات ومربعات بالتداخل والتشابك والتتابع، مكونا أشكالا هندسية مركبة بترتيب متناسق. في هذه الحرفة يبذل آل حريز كل ما توارثته الأسرة من زخرفة فنية بديعة في قطعة بالغة الجمال والقيمة. تثبت حلقة من النحاس عند أسفل العصا، وهذه الحلقة عادة ما تقطع من ماسورة معدنية. ونسوي على يعني العصيات يعني العصي من المزي ومن السدر ومن الشاحس ومن مقال الأتم ومن الشارخم. وبعدين ما هو عندي متين وايد هباشني لراندي وهباشني لسكين وصعر نوعني خلي نوعني أنا نفس اليرد. وبعدين لدي هو عندي ما يبى خفي بشيء أنا حرقنا وصابينا شوي وخلاص اني سوينا اليرز بعد الطويل والقصير اني ما الطلب الواحد يطلب اني عصو طويل شوي على اليرز سوينا له طويل يبقى اني قصير بس اني يبقى له نمونه. بالحفر الغائر ينقش عبد الله على العصا رسومات وأشكالا زخرفية وهندسية متوارثة تعرف بالشمسات، لتظهر في النهاية معالم هذه الزخرفة واضحة على العصا. تتشكل من خلال أداة الحفر أبدع الزخارف، ويستخدم أداته تارة ويده تارة أخرى ليحقق المزيد من الدقة.
في كل زاوية من زوايا الجرز تتم الزخرفة بحيث تكون كل النقوش والزخارف متناسقة مع الزخرفة الرئيسية ولتتوائم وتنسجم كل النقوشات مع بعضها البعض. كل واحد شحي لازم اني حامل جرز نسندم كلها راح هني لا من راح المسقط لا من يشوفونه الشحي يعرفوه مع جرز والذي ما مع جرز وهم يعرفوه يروح هناك معكم المسقط يقول له انت شحي يقول له نعم شحي يقول له لا ما شحي اللي وشحي هاي شال يرز خلي خبرونا عندي بنات راح بمسقط هناك لا نشوفها. ما إن ينتهي عبد الله بن حريز من إنجاز كافة رسوماته وزخارفه الرائعة حتى يبدأ بدهن العصا بزيت النارجيل لتظهر النقوش والألوان على الجرز. قرية ليما نموذج فريد لحتميات الجغرافيا والتضاريس في مسندم، حيث حوار الإنسان وتفاعله مع الطبيعة وكيفية الاستفادة منها. الفنون اني معني ثلاث فنون الصباح لسارح والرواح للرواح ومنافس شوي لصادر في الليل ساري. Oh.
صناعة الطبل من الحرف التي أبدع آل حريز ممارستها في قرية ليما، وهي من الصناعات التي كسبت شهرة واسعة من الإتقان والجودة. تبدأ صناعة الطبل بعد أن يتم تحديد حجم وطول القطعة، ويتم قطع خشب الطبل من شجرة الشريش أو السدر والقرط أو المانغو، لما تمتاز به هذه الأشجار المحلية من سهولة التشكيل وبمقاومتها للتشقق والتصدع بفعل الرطوبة ومتانة الخشب وقوته وجودته العالية.